مش ما ننفعش نسيب ما ننفعش نسيب فلسطين، لان لو سيبنا فلسطين يا حلاوه القضيه باظت. ايه بنحب فلسطين كده؟ اه طبعا ما نحبهاش ليه؟ ايه بقى؟ اهلنا اهلنا وطبيعي احنا شعب واحد في الاول وفي الاخر يعني. من القدس والمسلمين والمسيحيين ودي مهد الانبياء اساسا. هي المساله مش حته ليه كمصريين نحب فلسطين، هو اي بني ادم مسلم اي بني ادم عربي اي بني ادم حتى لو كانت مجرم لازم يحب فلسطين. ده مش قضيه واحد، ده قضيه العرب كلها. فلسطين دي يعتبر بلدنا برضه الثانيه. واحنا صغيرين متربيين ان عندهم ان في قضيه، والقضيه دي ان فلسطين ليهم حق، الحق ده المفروض يرجع لهم، وطبعا متعلقين بيه. احنا كده كده مولودين بالفطره في ترابط بيننا وبين الدول العربيه وبالاخص فلسطين وسوريا، دول دول اشقاء يعني. واحنا كلنا العرب كلها تعتبر اخوات يعني، ولازم نحس ببعض. مين اللي قال لك ان المصريين مش عاوزين يحبوا الفلسطينيين يعيشوا هنا؟ لا بس هما لو كانوا هما هيسيبوا ارضهم هيتفتح. يعني مفيش مشكله، بس هما رافضين الفلسطينيين، هما اللي رافضين. ليه بقى؟ مش دي ارضهم؟ يعني انا اسيب ارضي واقعد في ارض غيري؟ ده منطق والعقل يقول الكلام ده؟ مش ده الطبيعي برضه؟ وكده ملهاش لازمه القضيه اللي احنا بنقولها اصلا، كده قفلناها يعني. احنا بندافع دي ارضهم وناس محتلاهم، احنا هناخدهم خلاص يبقى اتقفل الموضوع. فلسطين عندي في مصر من سنه 48. هو احنا مش فكره رافضين، بس هي بلدهم ما ينفعش يخرجوا منها. هي فلسطين مش بلد حد تاني، لا هي بلدهم. فدي يعني دي خطه من اسرائيل، واحنا مش عبط يعني، احنا عارفين اللي بيحصل وعارفين ان هو لا دي ارضنا احنا كمصر، دي ارضنا ولا ده خط يعني، احنا فلسطين اخواتنا، بس دي ارض مصريين وفي ناس ماتوا علشانهم. هم عايزين يستدرجوك للحرب. هل القوة الإقليمية والعالمية اللي جاية دي على منظمة حماس؟ لا، ده هو في حاجة تاني جايين ليها. هي مصر الفضلة في المنطقة. لو وقعت يبقى مخططهم كله هيمشي. يعني امبارح مثلا، امبارح أنا رحت أشتري عيش، شاب الولد يعني الشاب الجميل ده كان عمره 12 سنة. فبقول له كام في بلهجتي الفلسطينيه، بقول له كام الخبز، بقول له انت مش من هنا، من فلسطين. قال لي اقسم بالله ما انت دافع، والله ما هناخد منك. مش حاسس معايا ضمن بيكون مصريين، احنا قبلنا بدخول السوريين وقبلنا بدخول السودانيين، انما لو قبلنا بدخول الفلسطينيين طبعا هم فوق دماغنا في المقام الاول، بس لو فلسطين سبب فلسطين خلاص هي دي النهايه. فلسطين لازم يفضل في غزه، وفلسطين كل فلسطين محتفظ في ارضه في حقه. احنا مش عايزين يتوطى، احنا عايزين نحرر فلسطين، ده الهدف الاساسي. والله كل اللي ده من ربنا ينصره، وربنا يعني قلوبنا معاكم، والله قلوبنا معاكم واحنا معاكم واحنا اهلكم في كل وقت يعني. نتمنى ان انتوا ربنا يأيدكم وربنا ينصركم، اللهم امين. بقول لهم خليكم صامدين، خليكم صامدين في ارضكم، خليكم صامدين في رايكم، ده رد اعتباركم. ربنا معاكم ان شاء الله، كل حاجه تعدي. اتحدوا، ربنا معاهم، ربنا يقف معاهم، ربنا على الظالم. الدنيا بحالها زعلانه عشانكم، حرام. النصر قريب باذن الله، ان شاء الله هترجع بربنا، هترجع بربنا باذن الله. رجع طبعا طبعا، بعون الله بعون الله ترجع فلسطين، رجع باذن الله، رجع طبعا طبعا طبعا. تحيا فلسطين، تحيا فلسطين، تحيا فلسطين.